ومعنا عبر سكايب من اسطنبول رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا محمد مشينيش. مرحبا بك سيد محمد. بداية، كيف ترى هذا التصعيد الصهيوني في غزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نترحم على شهدائنا الأبطال، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي الجرحى وأن يكتب لشعبنا المصابر الصابر الثابت على نهجه المقاوم، بأن يكتب الله سبحانه وتعالى النصر إن شاء الله. بلا شك أن التصعيد يأتي في سياق استمرار المقاومة الفلسطينية واستمرار الحراك السلمي لشعبنا الفلسطيني على السياج الحدودي في غزة العزة. كما ما هو معلوم، هذه الجمعة كانت الرقم 31 لمسيرات العودة التي يعلن فيها شعبنا الفلسطيني عن استمراره في ثوابته وسعيه لأجل العودة إلى القرى والمدن التي هجر منها عام 1948، ودعوة للعالم كله أن ينظر ما يجري لغزة ويسعى لفك الحصار المفروض عليها منذ 12 عاما وبأساليب سلمية لا يحمل فيها أي سلاح. رغم ذلك نجد هذه القوة المفرطة التي يستخدمها العدو، وللأسف مقابل صمت دولي تجاه ما يجري لأهلنا في غزة ومسيرة الشهداء المستمرة التي تروي أرض فلسطين الطاهرة بهذه الدماء الزكية، سعيا منها لنيل حريتها المرتقبة إن شاء الله. بعضهم يقول إن حماس لا تحكم قبضتها على الأرض في غزة وسط تكرر إطلاق الصواريخ، وهو ما تحاول إثباته جهات يعني داخلية وخارجية، فما رأيك؟ لا، حماس كل القرارات أو المقاومة الفلسطينية في غزة، كل القرارات التي تتخذها، هناك غرفة عمليات مشتركة دائما تسعى لأخذ قرار وطني مشترك، ولكن في وسط ما يجري من ضغط هائل يمارسه الاحتلال على أبناء شعبنا الفلسطيني، لا تستطيع أن تقول لأي مقاوم يريد أن يعبر عن مقاومته للمحتل أو يريد أن ينتقم من هذا المحتل بأن يكف يديه. أما في الإطار العام بالعكس، هناك انسجام كبير بين جميع الفصائل الفلسطينية وبين القوى المقاومة الحية التي تثبت كل يوم انضباطها بالقرار الوطني الفلسطيني الذي تتخذه غرفة العمليات المشتركة للمقاومة، والتي تحوي جميع فصائل العمل الفلسطيني. بالعكس، هي عنوان مهم للعمل الفلسطيني وبالشراكة الحقيقية في النضال الفلسطيني. وما يجري هنا وهناك حقيقة هذا قد يحصل، ولكن أنت في أجواء مقاومة، وكل من يضرب هذا العدو أنت تثني عليه وتقول له سلمت يداك، لأن هذا العدو الغاصب لا يفهم إلا لغة واحدة هي لغة القوة. هل تعتقد أن هناك محاولات لإخراج حماس، وهو ما ظهر في تواصل الوسيط المصري مع حركة الجهاد لتنسيق الهدنة؟ لا أحد يستطيع أن يلغي أحد في غزة. المقاومة لها أسماء كلها على الأرض فاعلة وحاضرة وموجودة، وكل فصيل مقاوم في غزة سواء كان مسلحا أو غير مسلح، ما دام يعلن المقاومة نهجا له هو في شراكة وطنية، لا أحد يستطيع أن يخرج أحد، ولا أظن أن مصر تسعى إلى إخراج حركة حماس أو أي فصيل فلسطيني. بالعكس، هي على تواصل مباشر مع جميع الفصائل الفلسطينية، وبالعكس إدارة الحالة والعلاقة مع مصر تتم بشكل عالي المستوى، حتى أن أعضاء الوفد بشكل دائم يكون مشكل من كافة الفصائل الفلسطينية. أما أن حماس تكون في الصدارة، هذا طبيعي، لأن الذي يبذل الدم أكثر جهة تبذل دم هي التي تكون في الصدارة، وهذا مسألة طبيعية جدا، ولا أرى فيها في البعد السياسي أي تأثير، خصوصا أن المشروع المقاومة مستمر وأن الأرض لم تحرر إلى الآن. إلى أي مدى إذا تتوقع صمود الهدنة، وهل تعتقد أن حادثة الأمس ستؤثر في موقف الحركات الأخرى في عملية التسوية والمصالحة الداخلية أو على صعيد التسوية حتى مع الاحتلال؟ يعني بلا شك، طبعا لا ننسى أن هناك قيادة منتخبة جديدة لحركة الجهاد الإسلامي، والقيادة الجديدة بلا شك أنها ستسعى أن يعني تبسط إدارتها بشكل مباشر مع جميع مفاصل الحركة، وأن يعني تأثيرا بسيطا قد يحدث
في التفاهمات أو في العلاقات التي كانت موجودة سابقا، هذا يجب أن لا نتجاوزه. أما أن الأمر قد يؤثر على مسار الهدنة أو على مسار إدارة الصراع مع العدو، أنا أعتقد أن الأمر سيتم تلافيه بشكل مباشر وسريع، وأن غرفة العمليات المشكلة من الفصائل المتعددة قادرة أن تتجاوز هذه المسألة، وأن تحكم الموضوع القرار ومتى تطلق ومتى تتوقف، لأن الجميع يسعى لهدف واحد، وهو أن يمنع تغول هذا العدو وأن يستخدم قوته المفرطة أمام على شعبنا الفلسطيني. أما الألم الذي يجري حقيقة هو ألم شديد على أهلنا في قطاع غزة، وبالتالي يعني كان هناك يعني البيان الذي تلته حركة الجهاد والذي صرح به الإخوة في حركة الجهاد إنما كان يعبر عن حالة الاستياء والغضب الشديد التي يعيشها أهلنا في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك. إذن عبر أسكاب من إسطنبول، رئيس المؤتمر الفلسطيني تركيا سيد محمد بشيش.